بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مراجعة اللغة الإنجليزية. فضلا وليس أمرا، رجاء عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تدعموا هذه القناة حتى تنتشر بفضل الله، كما يصلكم مني كل جديد إن شاء الله. اعمل لايك شير للفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة تستفيدوا من هذه الشروحات التي أدعو الله عز وجل أن تكون مفيدة لكم ولهم إن شاء الله في حياتكم القادمة، وبالتوفيق والنجاح. وصلنا إلى نبدأ النهاردة، هنقول كل حاجة عن المودال فيربس، الأفعال الناصية كلها، كل حاجة موجودة عندي هنا الحصة دي إن شاء الله. هنبدأ أول حاجة في المودال فيربس: possibility, present ability and permission. إمكانية عمل الشيء possibility, impossible. Present ability قدرة الوقت الحاضر، أقدر أعمل حاجة أو ما أقدرش. Permission إذن أو تصريح. ده كله بنستخدمه كان أو كانت، طبعا ده في present، مش كده؟ present ability يبقى كان أو كانت infinitive، يقدر أو ما يقدرش يعمل كذا. For example, we can't see the stars very clearly tonight. ده طبعا possibility، مش قادرين، مش ممكن نشوف النجوم واضحة النهاردة. Can't see possibility. I can usually cope with difficult situations. وجارية وسهل عادة المواقف الصعبة. أقدر أستطيع، يبقى ده presentability. أستطيع وجارية أو سهل المواقف الصعبة، يبقى ده presentability. تمام؟ طيب. You can talk to the teachers in 10 minutes. تكلم معهم بعد 10 دقايق أو 12 دقايق، طبعا permission. تقدر، ممكن يمكنك أن تتحدث معهم. تمام؟ ده إذن وتصريح. تمام؟ انك تتكلم عن teachers in 10 minutes. تمام؟ بعد كده عندنا نستخدم كود او كود انتو كريس باست ابيليتي، وضربها في الماضي، كنت اقدر اعمل ومش اقدر اعمل. تمام؟ دي بنقول فيها يا ولاد، نقول فيها when I was 7 او when I was 7 او وانا صغير عن 7 سنين I could ride a bike، واركب دراجة بخارية، but couldn't swim، ما اقدرش اسبح او اعوم. ودي past ability، أقدر أعمل وأقدرش أعمل، could ride. كان بيقول طبعا when I was 7، وإحنا عندي 7 سنين، ودي بتقول لي ده past ability. تمام؟ أقدر أو ما أقدرش، كنت أقدر أو مش أقدر. تمام؟ عندنا نفس المثال could ride و couldn't swim. بركب، أقدر أركب، ما أقدرش أعوم. تمام؟ برضه present ability بنستخدمها تاني بقى، بس قلنا كان أو كان في present أو كانت، could أو couldn't في past. بقى تاني برضه في البريزنت ابيليتي، القدره في الوقت الحاضر اقدر اعمل ملوش عمل. استخدام ايه يا اولاد؟ استخدام حاجه مهمه جدا اللي هي ام از ار ايبل تو بلس انفينيتيف، اقدر اعمل. تمام؟ او ام از ار كيبابل اوف بلس جيرند، يعني فعلا ده شيء برضه اقدر اعمل بس بشكل اخر. تمام؟ وطبعا ام از ار دي بيقول ايه؟ بريزنت ابيليتي. معاهم كمان مانج تو انفينيتيف، يستطيع ان أو يقدر يعمل كذا، يعني مصدر طبعا عشان تو. تمام؟ سأسيد إن ينجح فيه جنبها جيران فيرب إن جي، يبقى الاثنين اللي بتو إيبل تو مانج تو جنبهم إنفينيتيف. أوف وإن الاثنين جنبهم جيران فعل في المصدر اللي إن جي، وده يقدر يعمل الفعل بعد أن يبذل مجهود في عمله، ينجح في إن هو يعمله، يقدر يعمله، يستطيع إنه يعمله. For example, our team is able to win the match. أو قدر يكسب مرتبة بعد مجهود، مش كده؟ تمام؟ Our team is capable of winning. Able to win لكن capable of winning عشان أنا بختار. Able أختار لا to، capable أختار لا of. Able to أختار لا مصدر، capable أختار لا gerund. Able to win، capable of winning. من طبعا لون verb to be. يبقى الماجي وستخسيد. نوفش لون verb to be. Our team manages to win. يقدر يكسب. The match as they are trained well. مرانو كويس. بقدر أكتب الماتش. Manages to win. Manages to infinitive. We succeed in that. Our team succeeds in winning. In ING. The match as they trained well. Are trained well. ضرب كويس. تمام؟ تمام كده. دول أعطاهم مفهومين جدا. Able to win. Able to win. Winning. Manage to win. Succeed in winning. يعني able to win. Manage to win. Then capable of. Succeed in winning.
يقدر بعد ما يبذل مجهود في عمل الفيلنج ان هو يعمله. البوست قابلت بتاع الكلام اللي فوق ده كله هنا دلوقتي حالا. جابوا تو كامل اوف، طبعا جابوا تو كامل اوف لهم ووز ويل او ووز ويل ايبل تو اشتغل باست انفينيتي كمان ووز ويل كامل اوف بس جيرن ان جي برضه كمان مانجت تو هتبقى في الباست انفينيتي برضه سكسيدد ان جيرن فيرب ان جي يبقى ووز ويل ايبل تو تمام مانجت تو انفينيتي was were capable of succeeded in gerund فعل ing كان يقدر يعمل كذا وقدر يعمل كذا تمام برضو بعد المثل في مجهود يعني he was able to solve all his problems قدر يحل كل مشاكله تمام مثل مجهود عشان لا طبعا was able to solve طبعا to infinitive to solve مش اللي بعده he was capable of solving able to solve like capable of solving طب managed to solve قدر يحل تمام succeeded a in solving تمام managed to solve succeeded in solving able to solve capable of solving ما capable able of them was weird دون نفسه بلوم very tweet succeed ولا managed تمام كده تمام عرفنا الفرق منهم او من ذلك حاجة كويس جدا عشان نوضح عنهم تمرين كبير برضو كل multiple choice عشان نتمرن عليه ونحفظه كويس قوي وما يطلعش من دماغنا. عندنا الفعل بقى enable يمكن مش يمكن طبعا يمكن enable someone to do enable يمكن ده ايه نظامه بقى الفعل بتاع الجملة جنبه الفعل enable في زمن الجملة او enable طبعا حسب الزمن جنبه طبعا المفعول object بقى هنا اسمه وبين اسمه وضمين هنا enable في النص and to infinitive يعني ايه الكلام اللي كاتبه ده وده الجملة اللي كاتبها اللي ناقص فيه او غلط فيه احل انا اصححه او اختاره صح تمام كده ونظام computers بصوا اهي computers الفاعل اهو enables اهي us الاوبجكت اهو يمكننا to solve to infinitive اهو the most complicated problems اعقد المشاكل computers enable us يمكننا to solve the most complicated problems حل المشاكل المعقدة تمام enable us اهو computers enable us to solve the most complicated problems. عندنا كمان the ability بنزيد بنظر من الفعل الفعل من هذا أو هذا أو حتى حسب الجملة the ability لديه القدرة أو كانت لديه القدرة to infinitive يعمل كذا برضه الجملة كلها اللي أنا كاتبه for example he has the ability to buy طبعا he to buy has the ability to buy a villa as he is wealthy لأنه غني تمام كنا present as he wants you may has the ability to buy. طيب last year but last day يبقى she had the ability to pass كانت لديها القدرة أن تنجح في the difficult exam امتحان الصعب عشان last year قلنا had she had the ability to pass أو she had أو the ability to pass to infinity تمام فهم مفهوم كويس جدا واحد واحد معايا مش فاهم حاجه ابعت لي الايميل او على التليفون بتاع 03-565-5592 او اكتب لي في الكومنتات السؤال اللي هو عايزه وانا تحت عمركم في اي وقت تسالوا فيه. بعد كده عندنا هننتقل بقى لحاجه ثانيه كده خلصنا الابيلتي والانيبل ويقدر ما يقدرش وكان يقدر ومش يقدر الكلام ده كله خلصنا الحمد لله بسهوله ويسر. ننتقل بعد كده للسيستم اوبليجيشن الضرورة والالتزام أو الالتزام بعمل الشيء الإجبار مجبر تعمل حاجة وضرورة تعمل حاجة. طبعا قبل ما أقول الكلام ده ونشرحه هنشرح بس أي جملة فيها it is أو was أو will be يعني فيها verb to be في أزمة من الأزمنة جنبهم adjective صفة لو في شخص بعد adjective دي أختار for لو في فعل أختار له to وده عشان كده بس تمام يبقى it is was will be adjective في شخص اختار له منه فور في فعل اختار له منه دو تمام زي اهي it is necessary الصفة اهي عشان هنا في اس اهي اشخاص يبقى for us ايه to study hard for the to pass the exam اهي تاني it is necessary for us to pass the to study hard to pass the exam it is necessary for us to study hard to pass the exam نفس الجملة
ده هو الجملة نفسها الغلط فيه، بصححه أو بختاره. تمام؟ طب عادة حرف الجر ده قبل الشخص ولا قبل الفعل؟ قبل الشخص فور، قبل الفعل تو. تمام. Another example. Last week. ماذا هو باست؟ It was important. It was important. بعد كده ده ايه هير؟ يبقى فور هير. تعمل ايه تو جو؟ The dentist to pull her bad tooth. طبعا الاثناء تشكل على السن البايظة بتاعتها. يبقى it was important for her to go to the dentist to pull her bad tooth. تروح العيادة بتطبيق الأسنان تخلع السن بتاعتها. تمام؟ طيب. نستخدم بقى obligation و necessity. طب أنا مستخدم must. يجب. Have has to. Have to أو has to يعني. Need to. أو needs to طبعا حسب الفعل اللي قبلها. Have has what to. كل ما معناهم يجب أن يفعل كذا. دي نعبر عن present necessity. ضرورة في المضارع. معناها كل معناه إيه؟ معناه إيه is necessary؟ أي معناه إيه is necessary for someone to do. ضرورة عشان الشخص يعمل. بمعنى بص حضراتكم. We approved for treatment. Must or needs to travel. لازم نسافر. Necessary. ضروري. ليه ضروري must أنا بستخدمها في إيه؟ أبصوا ده strong advice. نصيحة قوية. Must. فاش have to ولا has to. تمام؟ تنفع طبعا needs to أو need to. تمام كده؟ يعني must أو needs to travel. Approved for treatment. تفرق تاني لأن دي strong advice. كمان مثلا must إمتى تاني؟ أقول له you must come to my wedding party. لازم تيجي حفل زفافي. لازم تيجي. أكد عليه. يعني إيه؟ warm invitation. دعوة حارة. تمام؟ برضه أصلا فيها must. برضه you must train for the next match. لازم تتمرن على الماتش الجاي. يبقى ده ضروري تتمرن. عشان في ماتش مهم لازم تتمرن علشان. يبقى must في ثلاث حالات أهم. strong advice. warm invitation. necessity. نصيحة قوية. تمام كده؟ أو دعوة برضه حارة، دعوة قوية أو ضرورة. شوفنا الأمثلة بتاعتهم. ده must. ما ينفعش have to هنا خالص. ينفع must أو need to أو needs to. طيب. نيجي بعد كده نشوف بقى. have has to برضه يجب أن بس دول إيه؟ obligation لازم أعمل بالأمر. ليه؟ ده القانون اللي بيلزمني أعمل كده. أو هيعمل لي خطر بالغ. تمام؟ يبقى قانون أو خطر بالغ أقول have to أو has to. برضه ما ينفعش أنا must في الجمل دي. For example, بص حضراتكم. We are all must ولا have to ولا need to ولا has to follow traffic rules and regulation. نتبع قواعد وتنظيمات المرور. ده ايه اللي عمل قال لنا كده؟ اللي قال لنا كده؟ اللو القانون يبقى هنختار ايه في الكلام ده كله؟ ها؟ مين كتب هنختار ايه؟ وعارف هنختار ايه؟ اكيد كلنا عرفنا. تمام؟ عرفنا ايه؟ تبقى have to. ليه؟ ده by law. القانون ده لازم اعمل. غصب عني ما اقدرش اخالفه. تمام كده؟ طبعا عشان ميت ده have to مش have to. واضح كده؟ we have to have طبعا. we have to. ده عشان معلوم ده obligation. الزام. لازم اعمل. the fridge is empty. we have to has to go to need to go shopping. دي بقى مفيش قانون. تمام؟ بس في ايه؟ يبقى دي need to. يبقى ده must او need to. موجود هنا عندنا need to وده must. لكن have to ما تنفعش ولا has to. مفيش قانون هنا عشان اختاره. لان في must و have to او has to. ما have to و has to لازم في قانون بيلزمنا نعمل الحاجة. او حسب الضرر بالغ. تمام؟ لكن must قلنا strong advice, strong invitation, warm invitation, necessity. ترى حالة دول او must. فعش have to. قانون بقى have to او has to. تمام كده؟ بعد كده؟ needn't, don't, doesn't have to, haven't, hasn't, got to. ده when it is not necessary. وكلام ده كله النفي بتاع ايه؟ بتاع كلام من فوق بتاع النفي بتاع must. تمام؟ have to, has to, need to, or needs to. تمام كده؟ او haven't, hasn't, got to. طبعا النفي بتاعهم كلام when it isn't necessary. لان كله is not necessary. مش ضروري اعمل. لكن necessary ما فيش ضروري اعمل. مش لازم اعمل. مش مضطر مش مجبر. تمام كده؟ استخدم ايه نيدن؟ don't doesn't have to haven't doesn't want to. طبعا في don't او doesn't need to موجوده برضو. تمام كده؟ ده لما يكون مش ضروري اعمل. طيب
we answer all the questions to pass the exam. نجاوب كل الأسئلة عشان ننجح في الامتحان. طبعاً هنا مينفعش must، مش لازم نجاوب كل الأسئلة، في أسئلة حتى لو جاوبنا كلها في أسئلة تطلع غلط، لازم نجاوب كل، مش لازم نجاوب كلها، أفضل طبعاً نجاوب كلها طبعاً، ما must مش هتنفع، تمام كده؟ مش ضرورة هنا، يبقى ده مش ضروري. طب ويا ترى needn't or don't have to، شوف كده needn't او don't need to، موجود عندي هنا needn't او don't need to، طبعا don't get to ما فيش عندي حاجه اسمها don't get to، يبقى دي needn't answer او don't need to answer، يعني it's not necessary to answer او it's not necessary for us to answer، لو ان احنا نجاوب كل الاسئله عشان ننجح في الامتحان، ولا needn't او don't need to فاش must، ولا don't get to مش حاجة اسمها don't get to، تمام؟ هي بعد كده عندنا accept my offer if he doesn't like it، لو مش عاجبه الاوفر بتاعه ما يقبلوش، يبقى ده مش ضروري يقبله يعني حسب ما هو عايز، يبقى ده doesn't need to، doesn't need to، تمام كده؟ طيب هاتوا بقى الماضي بتاع ايه؟ بتاع الكلام اللي فات بتاع must و have to و has to و need to و needs to موجود to الاخر، ده الماضي بتاعهم كلهم had to، كان يجب ان، يعني it was necessary، ودي طبعا must necessity بقول في الماضي it was necessary، دي بتساوي ايه؟ بتساوي had to، تمام؟ الان طبعا عندنا had to، لو في ايه تختار was necessary كده يعني، حسب الحاجه اللي عندي يا دي طبعا السر في شخص اختار له من فور، في فعل اختار من تو، تمام؟ لما اقول شي go shopping yesterday هابت باست yesterday as the fridge is empty، الثلاجه فاضيه، يبقى امبارح كان ايه؟ كان لازم، كان ضروري تروح تعمل شوبينج، تملاها تحط فيها الحاجه بتاعتها تسوى، يبقى الحل يا اولاد، مين عارف الحل بقى دلوقتي؟ ها انا شايف ناس كتير عرفوه كتبوه كمان عندهم، عندي فيه has to ما تنفعش ان يسترداي ولا must، وانيس تو هي الوحيدة تنفع ايه؟ هي had to عشان يسترداي، الكلام ده كله was necessary، يعني it was necessary for her to go shopping، ليه؟ عشان الفريج كان empty، she had to go shopping yesterday، واضحة؟ نرمي مثال تاني، مثال تاني last year برضو must اهو she solve all her problems before getting the job، حل كل مشكلة قبل ما تسلم الوظيفة، طب انا عايز لاست عايز ايه؟ عايز ماضي، الماضي الوحيد اللي بعده ليه؟ ها مين عارف؟ حد كتب الإجابة وعارفها؟ ها حد قالها وعارفها؟ طبعا دي أكيد had to عشان last year، واللي كل دول present كل دول مضارع، يبقى it was necessary for her برضه to solve، لتحل، يبقى she had to solve all her problems before getting the job. يبقى قلنا must نفيها needn't don't have to don't have to not إلى آخره، ما ليه must دي يا أولاد؟ must معناها لازم، يعني must دي بتعبر عن إيه؟ for إيه؟ for prohibition، يعني إيه prohibition؟ منع أو حظر أو تحريم، ممنوع الفعل تعمل ضد القانون وحسبه بيضرر البالغ، تمام for example أو must ده معناها إيه؟ معناها it's forbidden ممنوع أو banned برضه ممنوع أو prohibited to do إن أنا أفعل كده، والمعنى ممنوع أفعل، كانوا mustn't، لو فعل عاقل بقول له mustn't، فعل عاقل بقول forbidden أو banned أو prohibited. For example أو it's not allowed to do برضه كل ده معناه mustn't، تمام؟ لو فعل تاني غير عاقل it's not allowed to do it's forbidden it's banned or it's prohibited to do. نبص بقى المثال أو نكتب الأول نيتف تعاد تو هو ايه؟ هو didn't have to infinitive او didn't have تصريف ثالث، didn't have to لما يكون في مصدر تصريف ثالث طبعا need have، طب لو الاثنين موجودين ابص بقى على معنى الجملة، يا ترى الفعل ما تعملش يبقى didn't have to المصدر، طب لو الفعل تعمل يبقى didn't have تصريف ثالث، the verb was done، need the verb wasn't done ما تعملش، need the verb was done الفعل تعمل، يعني يا مستر يعني بصوا التاكسي it's still too early for school، انك تاخد تاكسي لسه الوقت بدري جدا على المدرسة، يبقى ده
We didn't have to take a taxi. ما كانش لازم. يعني ايه الكلام ده؟ انا he didn't take a taxi. والفعل ما اتعملش. علشان didn't have to جمع مصدر يبقى الفعل ما اتعملش. يبقى he didn't take a taxi. تمام؟ يبقى وقفنا من النساء وقال المدرسة انا كنت هاخد تاكسي السنة دي كنت هاخد تاكسي النهارده. قلنا it's too early for school. ما كانش لازم تاخد تاكسي. واسمك جت ايه؟ الباص بتمشي الى اخره بقى وسيله للتاكسي. طيب يو يو نيميت ليه؟ وي هاف ا لوت ان ذا فريج عندنا كثير في الثلاجه. الله يبقى اشتريت يبقى انت بوت بس انت تشتري عندنا كثير في الثلاجه. تمام يبقى دي معناها ان هي ايه؟ شي بوت سم ميت. لكن هي اشتريت مين هاف بوت يبقى شي بوت ذا فيرب ووز دان الفعل اتعمل تم. تمام ده الفعل مين هاف مصدر انت وصلت الاسف وانت افتو المصدر. طيب ابص بقى نرجع تاني المصدر. قلنا ممنوع ان انا اعمل معناها فوربيدن وبان بروهيبت معناها اتس نوت الاود. بصوا ان بترول سموك ان بترول ستيشن دخن في محطات البنزين. طبعا ده مصيبه كارثه. ده سموك ان بترول ستيشن ده كارثه. يبقى طبعا يو مصنت سموك ان بترول ستيشن. طبعا لو بدأت الجملة دي بسموكينج أو إتس طبعا هو التدخين أنت قاعد عن سموكينج إت إز تو سموك إن مترو ستيشن طالما هنا إيتي ومش مصر طالما هنا عهد ومش مصر يبقى يا ولاد مين عارف الحل؟ ولا طبعا نيد أنت مش ضروري ده ما ينفعش مش ضروري ممكن أعمل أو ما أعملش لازم تتو ما فيش هنا قانون. تمام دي إس إيه ايوه برافو عليك فوربيدن مش فوربيدن على ايبان مش منها على بروهيبيتد مش دول ثلاثه دول هنقول تلاور مش فوربيدن تو سموك اتس بان تو سموك بروهيبيتد تو سموك اتس نوت الاود تو سموك. لو بدات تقول يو انت لما هقول له ايه يو ار نوت الاود تو سموك ان بترول ستيشنز بس يو ار نوت طبعا شو بتاخد ارض مش ايزي تمام يو ار نوت الاود تو سموك ان بترول ستيشنز يعني إما mustn't smoke أو أنت allowed to smoke أو you are forbidden to smoke you are banned to smoke أو prohibited to smoke إلى آخره. أظن وضحت كده. يبقى نشوف mustn't بقى اللي عمل ما كانش لازم يعمل. أه ده ماضي بقى. ده الماضي بتاع should have plus past participle. For example لما أقول here you park كده شفت ركنت وخلاص ركنت. No parking area مكان ممنوع في الوقوف. يبقى إيه؟ shouldn't have done that. ما كانش لازم تعمل كده. shouldn't have done that. تمام؟ تمام. طيب ونيجي بقى حاجة تانية غير لو نسيت ولاك فلوسيت الكلام كله هنا على possibility. تمام كده؟ أو when you are not sure أو uncertain أو you haven't yet decided لسه ما قررتش هتعمل إيه. كل الكلام ده أهو. to say something is possible. ممكن. Or when you are not sure or uncertain, you need to check about something. Or you haven't decided yet. We can also say that the high level stem could be might plus infinitive. طبعا ده لو present. Might is the مصدر. عشان أقول إيه ده ممكن. ما أناش متأكد. Not sure or uncertain. أو haven't yet decided. لم أقرر بعد. When I say might plus infinitive. For example, I might visit you next week. Might, guys. ليه؟ I haven't decided yet. لازم اكتب ده في الجملة كده اختار might والمصدر. I haven't decided yet. تمام؟ اكتب له I'm not sure, I'm uncertain برضه. Might visit. تمام؟ طيب might والمصدر الماضي بتاعها ايه؟ they might have plus past participle. نقول ايه past possibility. كان هي في الماضي. تمام؟ يعني نقول ايه it's possible that or possible that هي where they might have traveled abroad last year عشان last year أو السنة اللي فاتت جايز سافروا للخارج السنة اللي فاتت. تمام might مصدر might have تصرف تاني الماضي بتاعها من معنى جملة بجيب الحاجة بتاعتي وده استنتاجات بتختلف من جملة لأخرى. ممكن نستخدم ايه بدل might ومصدر نستخدم مي ومصدر أو مي هاف تصرف تاني بدل might معلش مي معلش might نلاقي مي. طب لنا الاثنين اللي هنستخدم مايك بقى بقى لسه عندي في الدرس. تمام؟
تمام، موجودين بأونلاين. واحدة بس موجودة اختارها. لو في possibility، في unsure، في not certain، في not sure، أو في undecided. تمام كده؟ لو مات مصدر، مات هاف تصريف تاني. مش موجودة، يبقى may مصدر، may have تصريف تاني. موجودين اثنين، مات مصدر، مات هاف تصريف تاني. تمام كده؟ طيب، منين بنعرف نوع تاني اسمه should أو ought to؟ يجب أن، مش دول to give a، give advice زي ما احنا شايفين. ندي فيهم نصيحة. تمام؟ نصيحة. نقول لي أو إن هي it's good or not good to do something. النصيحة كده. كويس أو مش كويس من الحاجة. دي برضه تعتبر نصيحة. تمام؟ should spend more time on self-care. أنصحه لازم تقضي مزيد من الوقت على العناية بالصحة. تمام؟ spend نصيحة advice. تمام؟ and it's good for you to do to spend more time on self-care. The same meaning. تمام؟ you shouldn't hesitate. لازم تتردد to ask for help. تطلب المساعدة. shouldn't hesitate. ترددش تطلب من المساعدة. تمام؟ يبقى ده برضه advice. ما يعملش. تمام؟ طيب. should have a word to have دول الماضي بتاعهم. بس يعني متصرف تاني مش مصدر. تمام؟ talk about a master advice. نصيحة بنصحت بيه في الماضي. أو suggestion اقتراح. أو to express regret. عبر الندم والأسف. for doing something إن أنا عملت حاجة معينة. يبقى النصيحة في الماضي يبقى should have or to have تصريف تاني. اقتراح كان في الماضي يبقى should have or to have تصريف تاني. تمام؟ عبر الندم إن أنا عملت حاجة معينة يبقى should have or to have تصريف تالت. تمام؟ تمام. شوف بقى الجملة. علي should have or to have studied. كان لازم يذاكر. harder last year. السنة اللي فاتت. need to get better marks. يقدر يتحسن من اللي جابها. يعني باست ادفايس هاي. but he didn't طبعا. تمام؟ should have or to have studied. كان لازم يذاكر. but he didn't study. طبعا باست ادفايس. تمام؟ تمام. بعد كده shouldn't oughtn't to have accepted his offer. ما كان أيضا تقبل العرض بتاعه. But we accepted. قبلناه accepted. ده معنى يبقى رجلتنا ندمانين احنا بينا العرض بتاعه. Shouldn't oughtn't to have accepted. ما كان أيضا نقبل his offer العرض. معنى كان ده we accepted his offer. معناه برضو نحن منيحنا من العرض ما كانش يبقى نبال لا رجلات. تمام؟ او انا لما اسف. مظبوط؟ طيب. making suggestions عمل اقتراحات. نعمل اقتراح ازاي؟ طلع حد ازاي؟ او طب قلنا should what to عادي جدا. طيب ايه تاني؟ قال لي بسألني what how about what about جنبهم فعل الانجي. ايه رايك تعمل؟ ماذا عن؟ تمام؟ جنبهم فعل عن جي ومختار البرغم بدول فعل عن اي جي قبل عن جي اختار حاجة من دول وصوا about going how about going to bed earlier يلاه نم بدري what going to bed earlier what about doing the homework with a friend راح تعمل واجب مع صديق ليك what about doing the homework تمام دول اول اثنين بعد كده بستخدمي why don't you بس دي جنبها هي جنبها مصدر عشان don't why don't you plus infinitive why ليه ما تعملش كذا why don't you بصوا المثال why don't you try a new sport ليه ما تجربش رياضة جديدة why don't you try يبقى how about what about gerund ing why don't you infinitive why don't you try a new sport طيب use let's plus infinitive برضو let's المصدر يعني هي بينا نفعل كذا let's go to the library tonight هي ناس بينا نكتب الليلة اقتراح برضو بلتس تمام طيب ايه تاني have you considered or thought about بس لجنبهم ing فعلا ing وكنسدر بقى انا فكرت زي thought بالضبط thought بس thought جنبها about considered ما فيهاش جنبها مفيش جنبها حرف جار هل فكرت في كذا for example سأل بتاعنا Have you considered making a study plan? فكرت انك تعمل خطة مذاكرة. Have you considered making a study plan? تمام. هننبقى له الأفعال الناصبة بتاعت الدكشن. استنتاج.
اللي هو اكيد، بستنى بقى جمله معنى معين، بقول اكيد ده حصل اكيد ده ما حصلش. تمام، لو انت شور متاكد، ابصرت متاكد، اول ما شور شيء متاكد، اول ما سيرتن شيء متاكد، مثلا ماست بي طبعا ده بريزنت افيرماتيف المضارع المثبت. تمام، خلاص خلصنا البوسيبيليتي. تمام، possibility و haven't decided yet و unsure و uncertain not sure not certain you might infinitive might have to start في الماضي. إنما ما تكون sure almost sure certain almost certain said me must be طبعا present. طيب sure certain almost sure uncertain we must have تصريف تالت امتى؟ ده في الباست ديدكشن، ده بريزنت ده باست. يبقى must be في البريزنت، must have تصريف تالت يبقى ده في الباست. For example I'm sure Ali is clever. Is هو is the present time as he always gets top marks. لما يجيب اعلى درجات تمام عنده درجات نهائيه بتاعي ان هو ايه ذكي. ممكن نقول عبر عنه ازاي؟ يبقى علي must be عشان I'm sure وشيل is حط must هنا عند المصدر. يبقى he must be clever as he always gets top marks. وانا بختار يبقى المعنى واضح جدا عندي واختار صح ان شاء الله. علي must be clever as he always gets top marks. تمام، اكيد علي ذكي لان دايما بيجيب درجات نهائيه. طبعا مصدر مش شايف اكيد. تمام، طيب I'm certain مو صلاح بلايد يسترديز ماتش. بصوا لعب ماتش امبارح اهو، باست اهو، باست ديدكشن اهو، لكن صلاح لعب ماتش امبارح. كل ده قوله ازاي؟ يبقى مو صلاح ماست هاف بلايد، ماست هاف تصريف تالت، ماست هاف بلايد. تمام، اكيد على صلاح لعب ماتش امبارح، لكن ده كله قول مو صلاح ماست هاف بلايد يسترديز ماتش. طيب I found you. اتصلت بي زي ما اتفقنا. But you didn't answer. ما ردتش عليا. When you asked me, انت نايم. يبقى أكيد كنت نايم. عشان didn't answer. وانت اتصلت بي كل ده باست. يبقى ده. وإيه؟ مين عارف الحل يا ولاد؟ أعتقد إننا عارفين إنه سهل جدا. فكر معنا جملة على الحل سهل جدا. يبقى أكيد كنت نايم. يبقى ده. You must have been asleep. في ما اتصل بيك اتصلت ما رديتش ولا ما اتاكد كنت ما استقبلت. تمام، بعد كده عندنا This is the first time for him to be absent from work. أو ما يبقى الشغل يبقى هي must ولا كانت ولا كنت ولا has to be ill. أكيد مريض. تمام، يبقى أكيد هو مريض now الآن. تمام، يبقى هي must be ill. ماست لايف كوز وبي بروك وزي اكيد ام شور هي از يلا ليه ده المره فيها عن الشغل. تمام، طيب الماضي بتاع الكلام ده كله ايه؟ ماست بينا فيها كانت بي، مش بتاع كانت بي نفتحهم بقى. ماست بينا فيها كانت بي، ماست هاف تصريف التالت فيها كانت هاف وتصريف التالت. طبعا ده نيجاتيف بتاع ماست هاف وتصريف التالت، ماست بي نفي بتاع كانت بي. كانت بي نيجاتيف بتاع ماست بي، كان تف تصريفات نيجاتيف بتاع ايه؟ ماست هاف تصريفات. يعني ده اكيد نفس اكيد ده بيحصل اكيد ما حصلش. فور اكزامبل هي اولويز جيتس لو ماركس، لما يجي درجات ايه؟ منخفضه جدا. هي كليفر. تمام، يبقى اكيد مش ذكي. جمله زمانها ايه؟ بريزنت ولا باست؟ طب مش ماست بي ولا مي ولا كنت بي؟ لكن اللي هو بيقول لي ان هو ايه؟ هي كانت بي كلاور، اكيد مش ذكي. تجيب لو ماركس تمام تماما واطيه، يبقى اكيد هو مش كلاور. يبقى كانت بي كلاور او شور هي ازنت كلاور بقى، وده اكيد مش. والاثنين اكيد ماست كانت اكيد، بس ده اكيد اه وده اكيد مش كلاور. تمام، تمام. عندك كانت بي منين؟ لو ماركس وجتس بريزنت. بعد كده جمله ثانيه، ماي داتس كار از ستيل ان الجراج. الله العظيم بارس في الجراج ما خرجتش النهارده. تو ذا اوفيس، يبقى اكيد ايه؟ راح المكتب ولا ما راحش؟ لا ما راحش. الله، طب ما راحش دي فين؟ كان في الاختيار دي كلها. طبعا مش كان تو جو، ما تبقى اولاد كان تو ران. يبقى ام شور ذات ديدنت تو جو، اكيد ابي ما راحش الشغل. بقول ايه؟ ذات كان تو ران تو ورك او تو ذا اوفيس.
تمام كده؟ تمام. المعنى هو الولي، استنتاج والاستنتاج معنى الجملة. تمام. علي لوكس سات، شكله مش مبسوط. unhappy يعني. هي ده اكزام، بنجح ولا منجحش؟ لو منجحش اكيد منجحش في الامتحان. تمام كده؟ يبقى هي ايه؟ مين عارف الإجابة؟ لما أكيد ما نجحش يبقى ده باص، يبقى ده كان تعب باص ده إكزام. طب شو علي دي أنت باص ده إكزام، يبقى علي كان تعب باص ده إكزام. ليه؟ هو نفسه مش مبسوط، حزين، يبقى كان تعب باص أكيد ما إيه؟ ما نجحش. وده استنتاج برضه، أكيد ما نجحش. مهم؟ علي جوت لو ماركس إن ذا لاست تيست، جبنا درجة توتال في الامتحان الأخراني ده، جاب فيه لو ماركس، درجات منخفضة مش عالية، يبقى هي أكيد إيه؟ أكيد ما ذاكرش كويس. تمام؟ يبقى هي كانت تعمل ستاش، أكيد ما ذاكرش، يبقى ده باص، يبقى كانت تعمل ستاش. واضحة؟ وسهلة؟ بصوا، could have plus possible plus possible، ممكن يعمل كذا لكن ما عملش. For example، he took a taxi، أخذ تاكسي. But he could have walked to school، كان ممكن يمشي للمدرسة بدل ما يغرم نفسه فلوس. يبقى he took a taxi but he could have walked to school. تمام؟ طبعا he didn't walk، هو took a taxi خلاص، لم يفعل أهو. طيب they took the plane to Alex، ركبوا الطيارة الإسكندرية. والله they could have taken the train، كان ممكن يجيبوا القطر برضه بلد تكاليف والكلام ده كله. يبقى they took the plane to Alex، they could have taken the train، كان ممكن يجيبوا القطر. تمام؟ This is all we have today. أرجو ده كل عندنا النهاردة، الحمد لله بترفع الناس كلها. طبعا درس طويل شوية، محتاج لكم شوية مذاكرة وشوية تركيز عاملين حتى تمرين إن شاء الله، عليه سهل جدا بإذن الله. تمام؟ بس فضل الله يسهل أولا رجاء الاشتراك في القناة وزر الجرس حتى تدعموني وتنتشر القناة بفضل الله إن شاء الله، وإن شاء الله يصدق منه كل جديد. أما لايك وشير للفيديو حتى يصل أكبر عدد ممكن من الطلبة ندفع الشروحات التي يدعو الله عز وجل تكون مفيدة لكم وللغاية بإذن الله تعالكم القادمة. أتمنى لكم في الحاجة والتوفيق. Wish you all the best of luck. Thank you for listening to me. See you again. Goodbye for now.